مرحبا بأوقاتكم مشاهدينا، حلقة جديدة من لايف نناقش فيها. جهود دولية لحل أزمة ليبيا، والسراج وحفتر يصران على استمرار معركة طرابلس. نناقش أيضا: إيطاليا تبدي رغبتها في تعديل مذكرة التفاهم المشتركة مع ليبيا. أهلا بكم في لايف. في الوقت الذي أكد فيه المشير حفتر مضي قوات الجيش الوطني لدخول طرابلس بعد القضاء على التشكيلات المسلحة التي اتهمها بأنها هي من تصدر الأوامر لحكومة الوفاق، اعتبر رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج أنه ليس بالإمكان الحديث عن وقف الإطلاق النار إلا بانسحاب قوات الجيش الذي وصفه بالقوة المعتدية إلى المكان الذي أتى منه دون أي شروط. ناقش السراج أيضا مع أمير قوة مكافحة الإرهاب اللواء محمد الزين الأوضاع الميدانية في مناطق القتال، وبحث تطوير العمليات العسكرية والتنسيق بين الأجهزة العسكرية والأمنية المختلفة وقوة مكافحة الإرهاب. ومن المتوقع أن تنظم ألمانيا المؤتمر بالتنسيق مع الأمم المتحدة لجمع كافة أصحاب المصلحة من الأطراف الدولية في ليبيا، فيما تعتقد برلين أنه إذا تصاعد العنف وانتشر إلى ما وراء طرابلس وضواحيها فلن تؤثر العواقب على ليبيا فقط بل على جيران ليبيا وفي أفريقيا وفي أوروبا أيضا. ألمانيا تريد أن تشارك في أي عملية سلام محتملة في ليبيا في هذا الوقت، لأن برلين تشعر بقلق عميق من أن التدهور المستمر للوضع في البلاد سيؤدي إلى تدفق أكبر للمهاجرين واللاجئين إلى أوروبا بشكل عام، وقد تشعر أيضا بالقلق إزاء النهج الفرنسي والإيطالي المتحيز لأطراف معينة في ليبيا ما ساهم في تفاقم الوضع الأمني والإنساني المقلق بالفعل هناك. نناقش هذا الملف اليوم، ينضم معنا من الزاوية عبر الأقمار الصناعية السيد عبد العظيم البشتي المهتم بالشأن العام، ومن بغازي المحلل السياسي السيد عاطف الحسية. أبدأ معك سيد البشتي، أهلا بك وأشكرك لقبول الدعوة. كيف تقرأ آخر التطورات بعد تصريحات حفتر واليوم السراج وتكثيف الاجتماعات مع رؤوس الأجهزة الأمنية في طرابلس، ومن ناحية أخرى ألمانيا تتحرك بوتيرة أسرع من أجل مؤتمر برلين، كيف تقرأ كل ذلك؟ شكرا لكم وشكرا للشباب وتحية لكم ولمشاهديكم. في حقيقة الأمر يعني احنا كنا كل ما كان الأمل بأن الأمور تتراجع نحو التهدئة ونحو إيجاد المناخ الملائم لبداية الحوار المباشر الحوار السلمي سواء كان داخليا أو خارجيا، نسمع لغة التصعيد للأسف الشديد، وهي لغة لن تفيد شيئا، وثبت بالتجربة أن دخول طرابلس أمر مستعصف أو إن لم يكن مستحيلا، وبالتالي فكل هذه ما يقوم به السيد حفتر والقوات التي أتت إلى طرابلس للأسف الشديد لم تنجز إلا القتل والدمار وتشويد السكان. علي أنا أرجو وأطالب وأتمنى على الأطراف الفاعلة في هذا المشهد السياسي الذي تعاني منه ليبيا كثيرا أن فعلا يجنحوا إلى السلم وأن يضعوا نصب أعينهم مصلحة الوطن وهذا الدمار الحاصل وهذه الدولة التي قد تصبح إلى دولة فاشلة وهذا الخراب. عليهم أن يتراجعوا وأن يعني يحاولوا أن يقللوا من سقف حتى الطموحات ويتواضعوا من أجل الوصول إلى حلول وسط بين الأطراف. دون شك السيد غسان سلامة يبذل جهدا كبيرا في هذا المجال، وأعتقد أن في محاولاته الآن أنا كنت أعتقد أن مؤتمر برلين سيكون يجمع الأطراف الليبية، ولكن حسب ما صرح أنه سيكون بداية لمحاولة كما قال هو رتع الفجوات ما بين الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، محاولة لجمعها على رأي واحد مشترك لكي يتمكن بعد ذلك من استثمار دعمها للعملية السلمية التي ينتجها الليبيين لاحقا في مشاوراتهم المباشرة. نعم. لذا أنا أتمنى أن نسمع صوت العقل ويبتعد صوت التهديد سواء من السيد حفتر، وأيضا بالإمكان مثلا يبدأ الأمر بخروج القوات على الأقل إلى مسافة معينة، ممكن الحفتر يطلب أن يبتعد عن طرابلس، وبضمانات السيد غسان سلامة والأمم المتحدة يشرعوا في حوار داخلي
يمكن ينضج ويتطور ويصل إلى حلول مضمونة من قبل الأمم المتحدة. دون شك يبقى مع ذلك كله تبقى لدينا أزمة السلاح المنتشر، هذه أزمة كبيرة فعلا تعاني منها ليبيا، وربما أحد حتى مبررات السيد حفتر للدخول طرابلس هو لسنه سلاح الميليشيات، ولكن الميليشيات موجودة في كل ليبيا، في طرابلس وفي بنغازي وفي الجنوب كل موجودة الميليشيات، ونحن لم نصل بعد إلى أن يكون لنا جيش رسميا حقيقي يعني بكوادره من كل ليبيا برئاسة تمثل كل ليبيا. ما دام لم نصل إلى هذا الحد من المؤسسة العسكرية حقيقية، علينا أن نحاول أن نلملم جراحنا ونبتعد عن الحرب مؤقتا، ونجتمع نحاول أن نتيح الفرصة إلى اجتماع الأطراف الفاعلة في المشهد السياسي الليبي ومحاولة الوصول إلى حل مشترك. طبعا لن يكون حلا مرضيا لكل الأطراف، لابد من تقديم التنازلات التي قد اعتبرها البعض جارحة، ولكنها هذه تصب في مصلحة الوطن وتصب في درء الخطر على هذا المصل. لقد يعني نحن مقدمون على حرب قد تصل إلى حرب أهلية، وقد تصل البلاد إلى الانهيار الكامل، عندها لن نتمكن حتى من أن نرى ليبيا كما نعرفها. علينا أن نتراجع من نصف الطريق، وعلينا أن نفكر في أكثر من ما من يعني من أجل نسقط طموحاتنا الشخصية وطموحات الأطراف المتصارعة، بل في الوطن، فقط الوطن وكل الوطن وأمن الوطن. ويعني تعب الليبيون كثيرا من هذه الحرب، أضرار مادية والمعنوية، عشرات الجرحى عشرات الآلاف من الجرحى والمشردين وآلاف القتلى، يكفينا هذا الأمر. وأنا أعتقد أن دخول طرابلس أمر بات مستحيلا، التقدم متأخر بالأمتار في طوال فترة الستة أشهر الماضية، وبالتالي أعتقد الحسم صعب سواء كان بإرادة الأطراف المدافعة عن طرابلس أو ربما حتى يكونوا يعني فيتو من قبل المجتمع الدولي يمنع الدخول لطرابلس، ولكن لا تفيد حجج السيد حفتر بأن عدم الدخول هو فقط لعدم إرهاق طرابلس بالقتل والضرب وضرب يعني المؤسسات الأماكن السكنية. لقد قتل الكثير بما فيه الكفاية، علينا أن نراجع أنفسنا ونجد حلا لهذه هذا السلاح المنتشر. فعلا عندما يجتمع الأطراف يجب أن تكون على طاولة المفاوضات بالدرجة الأولى، نزع سلاح كل الأطراف، لأن هذا لا يمكن بناء بلد يتواجد فيه سلاح منتشر بهذا الشكل، وكل قادر على أن يعني يقيم ميليشيا ويشكل ميليشيا أو أن يشكل ضغطا على الدولة ولا شكل ابتزاز لها، هذا ممنوع في دولة مدنية ديمقراطية نحن بها. علينا أن نجد الحل، وأنا عندي ثقة كبيرة حقيقة في السيدة أنجيلا ميركل، نواياها طيبة أعتقد، وأكيد دون شك هي حتستفيد من الفشل الذي واجهته الأطراف سواء كان في روما أو في باريس، وبالتالي أنا أثق بإمكانية النجاح. وحتى هذه الضمانة التي سعت ميركل إلى العمل عليها وهي محاولة ترسخ الخلافات ما بين الأعضاء الدائمين للأمم المتحدة للأمن الأمن خاصة، لأن فعلا الأطراف تتوزع يعني تشجيعها للتأييد الأطراف يعني منقسم، ثمة من يشجع حفتر وثمة من يؤيد السراج، حتى المجتمع الدولي منقسم على الأزمة اللي على شأن الليبي. أرجو أن يتفق المجتمع الدولي على شأن الليبي من أجل دفع الأطراف في الداخل على الجلوس إلى طاولة المفاوضات وإيجاد حل سلمي يكفينا عن القتل. وهذا كما يبدو سيد عبد العظيم هذا ما يسعى له المجتمع الدولي، لأن الأطراف المحلية لا يبدو أنها تسعى لحوار سياسي سلمي ينهي الأزمة وينهي الحرب في طرابلس. وهذا السؤال سأنقله إلى السيد عاطف الحسية المحلل السياسي الذي ينضمان عبر الهاتف من بنغازي. سيد عاطف أهلا بك معنا في لايف وأشكرك لقبول الدعوة. يعني هناك فاعلين سياسيين بشكل كبير جدا يرون أن مؤتمر برلين لربما سيكون الحلقة التي ستنهي الصراع الدولي وتدخل الأطراف الدولية في ليبيا، إلا أن من الجانب المحلي كلا الطرفين سواء المشير خليفة حفتر أو السيد فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني لا يبدو أن أي طرفين يريد التراجع والاتجاه بشكل جدي وحقيقي نحو الحوار السياسي وإنهاء هذه الأزمة بشكل سلمي، كيف ترى ذلك؟
مساء الخير أخي سليمان، مساء الخير أستاذ المشاهدين وضيف الكريم. في البداية يجب أن يعلم الجميع بأن الأسباب الحقيقية لما يحدث الآن من نتائج غياب الدولة وانهيارها هو انتشار السلاح بالدرجة الأولى، وربما هناك أسباب أخرى لكنها هي تفرعات من سببها انتشار السلاح من 2011 لعند الآن. أما المسألة العاطفية بأن الليبيين أضعاف تريد يعني حماية طرابلس أو الدفاع عن طرابلس، وأطراف أخرى تريد يعني دخول طرابلس، هي مسألة عاطفية وهي مسألة محددة في جغرافيا معينة حتى الآن. المشكلة الحقيقية هو انتشار السلاح، وإنكار هذه الحالة من انتشار السلاح سيأتي بالدولة إلى أكثر مما هي متشظية الآن. للأسف هناك أطراف ترى بأن هناك حلا ما بين الأطراف الليبية غير الحل الذي هو عليه الآن، وهو انتشال كل قطعة سلاح من أيدي كل الخارجين عن القانون مهما كانت صفاتهم، سواء جهوية أو أيديولوجية أو إجرامية. المشكلة الأخرى هو بأن الليبيين يجب أن يقتنعوا، وأنا واحد منهم، أن نقتنع بأن الحوار الحقيقي هو حوار اقتصادي اجتماعي جهوي، يجب أن يكون على أرضية خالية من السلاح. أما في حالة وجود السلاح الآن خارج القانون مهما خطورته، ميليشيات، عصابات، منظمات إرهابية، فسيأتي بنا إلى حالة أخطر مما عليه الآن. وكل هذه الميليشيات وكل من يحمل السلاح خارج الدولة يرى بعين أخرى، وهي عين الحوار التي يدعي البعض بأنه يجب الانخراط فيها، أن مع من تتحاور مع أناس يخرجون على الدولة بسلاح يملكه الشعب الليبي وتملكه الدولة، وبعدها يريدون كرسيا في الحكم مع الشرائح الأخرى. الصراع على الحكم يجب أن يكون صراع ديمقراطي عبر نتائج الاختراع، والتي رفضها كل من يقاتل الجيش في طرابلس. المسألة الأخرى هي بأن المجتمع الدولي قد حسم أمره من هذه الحالة منذ زمن. يعني الغريبة بأن حالة الإنكار لدى بعض الأطراف بأن المجتمع الدولي يريد بطريقة أو بأخرى نوع من الحوار ما بين المسلحين في ليبيا. الموضوع هذا انتهى من 2014، معروف في بنغازي ودرنا وسرت، فهم على يقين بأن المؤسسة العسكرية التي تحمل السلاح الآن تحت إطار القانون هي ربما الحل الوحيد في إيجاد على الأقل جسم موحد اسمه ليبيا. أما مسألة برلين وكل الحوارات، أنا أعتقد أن برلين الذي يختلف على برلين بأن ماركل تريد هناك اتفاق أو تريد اتفاقات وصفقات قبل حدوث هذا اللقاء في 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 في, في برلين، وهذا لن يحدث في نظري لسبب واحد ولسبب رئيسي، وأن من يحملون السلاح خارج إطار الدولة مهما كانت صفاتهم بالدفاع عن طرابلس أو هذه الأسباب التي يعني سعيم الليبيين الابتزاز منها، يعني ابتزاز منها للدولة والشعب وتأخير الدولة في إعادة الإعمار، فإن برلين لن ينتج إلا حالة واحدة فقط، وهي حالة الانتظار في حسم الأمر من موضوع انتشار السلاح. الجيش الوطني الليبي مهما سميته بقياداته أو بغيره يرى يعني يحمل الكثير من الشعبية في الشارع الليبي، وهذا لا يمكن إنكاره. ولكن السؤال، هل يمكن تصويبه في حالة من الحالات؟ بكل تأكيد هناك أخطاء ويجب تصويبها، ويجب حتى يعني محاسبة كل من قام بهذه الأخطاء من المؤسسة العسكرية. ولكن أن يكون أو يساوى ما بين المؤسسة العسكرية وهذه الميليشيات التي يعرف منها يعني ماذا فعلوا الليبيين من قبل من 2011 لعند 2019، وهم يقتلون بكل الذرائع، احيانا بتارة التكفير وتارة بتارة الجهوية وتارة اخرى بحماية الدولة المدنية، الشعار الغريب الذي يحمله نفس العناصر او تحمله نفس العناصر التي خرجت علينا يوما من الايام بقطع رؤوس بنغازي وسرت. الان نرى نفس هذه العناصر تحارب بجانب السراج. انا ارى بان السراج اصلا غير ممثل حق الواقع على الارض، والمجتمع الدولي يعلمه جيدا، يعني ما همش اغبياء. المجتمع الدولي عارفين بان السراج ممكن يمشي لندن يتدهور شويه ويرد، لكن هو في الواقع ما عندهش اي كنترول، ما عندهش اي تحكم في ما يحدث الان. بالحديث عن السراج هنا سيد عاطف، هناك دعوه تقدم بها واثارت جدل واسع تقدم بها عضو المجلس الاعلى للدوله السيد عبد الرحمن الشاطر، تحدث فيها عن أن الأوان قد آن لإسقاط السراج ويجب تغيير رئيس حكومة الوفاق الوطني. هل تعتقد أن وجود السراج هو ما يعرقل هذه الأزمة وهو ما يعرقل الحل؟ هل تعتقد أن خروج السراج من هذا الجسم يعني انفراجة لربما تصل إلى حل بين الطرفين؟ أنا
هذا السؤال لك وسأنقله أيضا للسيد عبد العظيم بعد لحظات. تفضل سيد عاطف. أولا بالدرجة الأولى وجود الشاطر نفسه هو المشكلة. وجود الشاطر ووجوده في هذه في هذا الجسم الهلامي الذي قفز على الشرعية والذي تمسك بالسلطة من 2014 هو المشكلة الحقيقية. السيد الشاطر يجب أن يتحدث مع نفسه ومع عوانه في مجلس الدولة. هذه من الناحية النظرية. أما مسألة السراج يشابه الشاطر بشكل كبير في نفس هذه الصفة، بأنه اغتصب السلطة عبر اتفاق سياسي معين، وبالتالي هما في كفة واحدة السبب الرئيسي والأساسي في خراب هذه الدولة. السبب الأساسي والرئيسي هم هؤلاء الأشخاص الذين أصروا بعدم الاعتراف مخرجات مثلا في 2014 انتخاب مجلس النواب، وتمسكوا بالسلطة بذرائع غريبة، يعني ضربوا بالحائط كل الأساليب والمسارات الديمقراطية التي حاولنا مرارا وتكرارا بها محاولة تصويب هذه الحالات. ولكن للأسف الشاطر هو نفسه السيد السراج، هو نفسه مجلس الدولة، هو نفسه خالد المشري، كلها أجسام ساقطة، كلها أجسام ليس لها شرعية، كلها أجسام يجب أن تزال لإزالة كل قطعة سلاح في ليبيا مع هذه الأجسام إن شاء الله. نعم، إليك سيد عبد العظيم. مع هذه هي الدعوة التي أطلقها سيد عبد الرحمن الشاطر بإسقاط السراج وتغيير أو اختيار اسم آخر وشخص آخر لقيادة المجلس الرئاسي، هل تعتقد أن خروج السراج من المجلس الرئاسي وابتعاده عن المشهد سيساهم في حل الأزمة أم لا؟ لا أعتقد ذلك لسبب بسيط ما ذكر ضيفك، وكما نعرف جميعا أن فعلا الأطراف المسلحة في طرابلس التي تسيطر، وهذا الأمر حقيقة يعني علق به السراج منذ اتفاق الخيرات كان من ضمن أهم البنود التي طرحت عليه اتحاد سوى الجميع يشتم في مؤتمر الخيرات نتج كان يعني جلبته الضرورة، كان المجتمع الليبي يعني الوضع الليبي متأزم جدا، مما اضطر بين النواب والمجلس الرئاسي، وبالتالي كان مضطرين إلى عقد مؤتمر في الخيرات ومحاولة إيجاد حل صيغة للحل، لم تكن صيغة طبعا متكاملة أو جيدة، ولكن كان هذا ذلك الممكن. بالتالي يعني الآن شتم مؤتمر الخيرات هذا أمر لا داعي له، ولكن مؤتمر الخيرات كان فيه قرار في غاية الأهمية وهو سحب سلاح الميليشيات، كان فيه بند اسمه بند الترتيبات الأمنية، كان يقتضي هذا البند والتي كان المفروض أن يشرف عليه السيد باولو سييرا الإيطالي الجنسية، ويعني لأن المؤتمر كان بشرف الأمم المتحدة، على أن كل الميليشيات كل المسلحين عليهم أن يخرجوا من خارج طرابلس على يعني مسافة 200 كيلومتر بسلاحهم الخفيف فقط كخطوة مبدئية، ثم بعد ذلك بفترة حتى سلاحهم الخفيف يجب أن يسلموه للدولة، على أن يتم توفير أعمال ووظائف لهؤلاء الشباب إذا كان يريدوا وظائف سواء كان في الجيش أو الشرطة حسب اللوائح والقانون المعمول بها. ولكن كل هذا السيد باولو سييرا اختفى فجأة، والسراج ليس لديه أي قوة أي قدرة. نعم. على لجمع للمشات. أنا وجهت له السؤال هذا بنفسي ورد علي، قال لي أنا ليس أمامي الآن إلا محاولة احتواء هؤلاء الناس، وفعلا كان الوضع يتحسن. ندرك يعني لو رجعنا أن الوضع ليس جيدا سيئا دون شك، ويعني الميليشيات تسيطر على طرابلس، ولكن لا يملك السراج أمام ذلك شيئا للأسف الشديد، لأنه ليست له قوة. طيب. هذا لا يلام عليه السراج، يعني هذا الآن الأمر يجب أن يعاد صياغة المشهد السياسي ومحاولة علاج المشكلة، ولكن لا يتهم في السراج، يجب فعلا كما قلت وكما قال السيد المتحدث، يجب نزع سلاح المشهد. بلد يوجد فيها هذا السلاح المنتشر بهذا الشكل لن يكون هذا الأمر ممكن لبناء دولة. على أي حال كما أكدت سابقا الميليشيات موجودة حتى في بنغازي، ما يسمى القوات المساندة، هذه الميليشيات التي مع سيد حفتر جزء كبير منها ميليشيات في الجنوب، ثم ميليشيات في طرابلس، كل ميليشيات بشكل كامل ميليشيات، ولكن يعني هذا الوضع يجب أن لا يستمر، ويجب فعلا أن نجد حلا مناسبا مقبولا ربما لا يرضي كل الأطراف، ولكن علينا أن يعني أن نحاول نضغط على أنفسنا من أجل مضي خطوة إلى الأمام، بدل من بقائنا عالقين في هذا. نعم. هذا المشهد المدمر الذي فعلا سيجلب إلى ليبيا للخراب،
ويجب ان نتجاوب مع اجتماع برلين. وكنت انا الوم على السيد حفتر، كان عليه ان ينتظر حتى يعني اعلان حربه قبل المؤتمر المزعم اللي كان يزعم المزمع عقده من قبل السيد غسان سلامه، كان قبله باسبوع. كانت هذه بادره بصراحه مؤسفه، ربما كان يخاف نجاح هذا المؤتمر، يعني يمكن انه خاف، ربما كان يخاف نجاح هذا المؤتمر، كان عليه ان ينتظر. ربما كان وصلنا الى حل حتى وان لم يكن جيدا او مرضيا، ولكنه يجنبنا هذه الحرب المدمره التي دامت هذه الفتره الطويله وازقت الأرواح الكثيرين والجرحى والمبتورين والمشردين، وهذا مؤسف، لن يحل المشكله بكل حال من الاحوال للاسف الشديد. اعود الى السيد حسيه من جديد. سيد حسيه، يعني اعود بكم الى مؤتمر برلين بالتحديد. يعني هذا المؤتمر، فكره المؤتمر ومبدا المؤتمر جاءت من المجتمع الدولي للحد من تدخلات الاطراف الدوليه. صباح اليوم نشر تقرير لنيويورك تايمز حول تقرير او ادله تثبت دخول لا يقل عن 200 قناص روسي الى ليبيا ومشاركتهم في معركه طرابلس وحرب طرابلس. الحديث هنا يعني يثار حول القلق الدولي من تدخلات الروسيه في ليبيا بالتحديد وليس في أفريقيا فقط بشكل عام. يعني من فترة لا تقل عن شهر، 4 أسابيع أو 3 أسابيع، الكونغرس الأمريكي بدأ في مناقشة مشروع قرار حول الحد من نفوذ روسيا في ليبيا بالتحديد. اليوم البرلمان الإيطالي تحدث وعبر عن قلقه بشأن هذا التدخل الروسي وأيضا مشاركة روسيا في وضح النهار في الحرب التي تجري في طرابلس، على غرار ما يجري في سوريا. يعني هؤلاء القناصين مرتبطين ارتباط مباشر بمجموعة فاغنر المرتبطة بشكل غير رسمي مع الكرملين. كيف ترى هذه الأخبار حول الوجود الروسي وفي ذات الوقت القلق الدولي من روسيا وتواجدها في ليبيا؟ تفضل سيد حسين. ألو، نعم سيد عاطف. طيب، يبدو أن نواجه مشكلة في الاتصال مع السيد عاطف. عموما أنقل ذات السؤال إليك سيد عبد العظيم، كيف ترى القلق حول الوجود والتواجد أو حتى التدخل الروسي في الشارع الليبي وفي ليبيا؟ دون شك هذا أمر مؤسف الحقيقة الأمر، لأن فعلا يعني الحرب الليبية هي حرب بالوكالة، وثمة أطراف سواء كانت عربية وإقليمية ودولية فعلا يعني منخرطة في هذا القتال. الدعم الروسي لسيد حفتر غير يعني غير سري ومعروف ومعلن، وربما ثمه صفقات كما يقال، لست متاكد من ذلك، ولكن الدعم الروسي وايضا الدعم المصري والاماراتي غير ما كما يعني هذا شيء معروف، كما ان السيد السراجه مدعوما من قوى يعني ربما يعني اضطر واجبر على ذلك، يعني يمكن القول على ذلك انه هو دوله تدافع، يعني نظام يدافع ولا يهاجم، وبالتالي ممكن كان مضطرا، يقول انه كان مضطرا للاستعانه بتركيا وقطر وبغيرها ربما من الدول. نحن هنا للاسف الشديد وضعنا انفسنا في موقف سخيف للغايه، ان نحن ندمر بلدنا في حرب الوكاله لصالح اطراف خارجيه. هذا امر مؤسف ومزري للاسف الشديد، ويعني وما ينتج عن هذا هو الدمار الاكبر ويعني شرخ كبير في المجتمع الليبي وفي البنيه الليبيه، ربما لن نستطيع معالجته لفترة طويلة. هذا أمر يعني أنا لا أستبعده، لا أؤكده، لا يمكنني تأكيد هذا التدخل الروسي مباشر بهذا الشكل، ولكنني لا أستبعده على الإطلاق. نعم سيد عبد العظيم، ولكن في ظل كل الأحاديث حول محاولة الحد من التدخلات الخارجية، لأن ذات الدول التي تناشد بعدم التدخل في الشأن الليبي لأن هي متدخلة يعني وبشكل شائك في ليبيا، على رأسها إيطاليا إذا ذكرناهم، فرنسا ذات الشيء، روسيا وأيضا الولايات المتحدة، الكل يناشد بالحد من التدخلات الخارجية في الأزمة السياسية والعسكرية في ليبيا، لأنهم جميعا موجودون في هذه الحرب. كيف ترى ذلك؟ أخي سليمان، يعني ما لم ندرك نحن كشعب ليبي مصلحتنا لن يدركها الطرف الآخر. كل يحاول بعد ان تضع الحرب وزارها يريد موضع قدم هنا في ليبيا، بلد بلد نفط وبلد نعم. ليبيا بها اشياء ممكن يطمع فيها الاخرين، وبالتالي فعلا ثمة صراع واضح وصريح وعالمي على التقاسم من ليبيا، وربما في بعض الاطراف لديها حتى اصماع كبيره، حتى اقتطاع اجزاء من ليبيا. يعني هذه امور باتت واضحه، ولا يوجد احد من المتدخلين في الشان الليبي فعلا تهمه مصلحه ليبيا ولا تهمه
مثل الشعب الليبي. علينا لذا علينا أن ندرك، نحن الليبيون، نحن الليبيين علينا أن ندرك أن مصلحتنا تكمن فعلا في الجلوس إلى الحوار بيننا لا. ورفع الضغائن ومحاولة التجاوز عن الماضي بكل آلامه، وليس أمامنا إلا الجلوس للحل والحوار مهما كانت احتجاجاتنا ومهما كان اختلافنا ومهما كان اعتراضنا. نحن قادرون على إيجاد حل معقول مبدئيا، ونتفق على أشياء نواجه الأشياء ونتفق على أشياء ونمضي في طريق الحل قدما، حتى بشكل كما قلت يعني ليس مرضي ولكنه سيكون أفضل ألف مرة من سواء أو ببيع بلادنا للخارج أو بمزيد من الاقتصاد والدمار في هذا في البنية التحتية لهذا البلد وفي هذا العدد الكبير من القتلى، وكما قلت ربما ما حتى ينجر عنه من انقسام على الصعيد الاجتماعي، ممكن حتى تقسم البلد ويعني تكبر الضغائن بين أبناء الشعب الواحد. كل هذه الأمور علينا أن نتداركها سريعا، ولا زال في الأمر متسع وممكن. أنا فعلا كما قلت أنا أعول على السيدة أنجيلا ميركل، أراها أكثر بعدا عن المصالح الذاتية، مع كل دولة مصالحية أبعد من إيطاليا وفرنسا عن المصالح الذاتية، وخاصة إيطاليا وفرنسا تربطهما علاقات استعمارية سابقة مع ليبيا. أرى أن ميركل أكثر حيادية وأكثر موضوعية، وأيضا دون شك ستحاول تستفيد من الأخطاء التي تمت سواء كان في اجتماع باليرمو أو في اجتماع باريس، ستحاول يعني تتفادى هذه الأخطاء التي حصلت. وأنا ايضا حتى ما طرحت فكرتها بانها محاوله توحيد المجتمع الدولي حول الموقف، هذا يشكل غطاء كبير ومهم وداعم في حال الوصول الى اتفاق يكون وراه المجتمع الدولي الدول على الاقل الدول الدائمه العضويه في مجلس الامن، هذا يكون ضمانه مهمه لنجاح الحل ان شاء الله. شكرا لك سير عبد العظيم البشتي المحلل السياسي والمهتم بالشان العام، كنت معنا عبر الاقمار الصناعيه من الزاويه، شكرا لك. مشاهدينا انتقل بكم الان الى شكرا لك سير عبد العظيم. ننتقل الآن مشاهدينا إلى خبير الشؤون العربية من القاهرة المستشار حامد فارس. سيادة المستشار أهلا بك معنا في لايف وأشكرك لقبول الدعوة. في الآونة الأخيرة كثرت الاجتماعات مع القاهرة حول مؤتمر برلين، وأيضا زيارات وزير الخارجية وتجهيزات مؤتمر برلين. القاهرة بدون شك ستلعب دور محوري في مؤتمر برلين كما يبدو، كيف ترى هذا الدور؟ وفي ذات الوقت هل ستؤثر القاهرة على أطراف الصراع في ليبيا ومحاولة حثهم للعودة إلى طاولة الحوار؟ أهلا بك أستاذ سليمان وأهلا بالسادة المشاهدين. اسمح لي أن أذكر بعض النقاط الأساسية. أن الوضع في ليبيا قد أصبح صعبا في ظل زيادة عدد القوى الدولية والإقليمية داخل ليبيا. ليبيا أصبحت كما يرى المواطن الليبي البسيط أصبحت صراعا إقليميا ودوليا، وتدخلت دولا كثيرة فيها، وأصبحت ليبيا مطمعا وصيدا ثمينا لأغلب الدول. هذا بالإضافة إلى الوضع الأمني فيها وانتشار الميليشيات المسلحة والعناصر الإرهابية داخل ليبيا، لدرجة أن زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي قبل مقتله قد دعا عناصر التنظيم بالتوجه إلى ليبيا، وهي رسالة خطيرة جدا يمكن أن تعبر عما يمكن أن تصل له ليبيا في الوقت القريب. ليبيا أصبحت بؤرة وملعب جديد للإرهابيين بعد ما حدث في شمال شرق سوريا. شمال شرق سوريا أصبح فيه قوى إقليمية ودولية كثيرة، ما بين أمريكا وما بين روسيا وما بين تركيا وما بين قوات سوريا الديمقراطية قصد، وما بين ميليشيات مدعومة من الجانب التركي وكذلك ميليشيات مدعومة من إيران. لذلك أصبح على جماعات الظلام أو الجماعات التكفيرية أن تبحث على ملعب جديد تحاول أن تكون له أن يكون لها هو الملجأ والملاذ الآمن بعد ما يحدث في شمال شرق سوريا. كل ذلك يأتي في ظل حالة انسداد سياسي يعاني منها كافة الأطراف الفاعلة على الأرض، وأصبح الشعب الليبي هو الخاسر الوحيد في ظل التشبث بالسلطة وعدم النظر للمصلحة العليا للدولة الليبية. وإذا أردنا أن يكون مؤتمر برلين ناجحا علينا أن نوحد الشأن الداخلي أولا قبل أن نبحث على قوى دولية تعمل على توحيد الشأن الداخلي. علينا جميعا أن يكون هناك نية صادقة من كل الأطراف الفاعلة داخل الدولة الليبية، وتحاول أن تقضي على مشكلة ليبيا جميعا.
جميع مشاكلها. هناك خمسة مسارات أخي سليمان لابد أن تكون أو تتحقق أولا قبل أن ينعقد مؤتمر برلين. تلك المسارات الخمسة، أول مسار فيها سليمان هو تسريح كامل لكافة الميليشيات المسلحة وتسليم أسلحتهم. بدون هذا البند وبدون أن يحدث لن تكون هناك دولة مدنية ديمقراطية تسمى الدولة الليبية، ولكن أصبحت تسمى بمسميات أخرى، أصبحت تسمى باسم الميليشيات، وأصبحت كل ميليشيا تنشئ تشكيل عسكري وتسيطر على جزء من الدولة الليبية، وهذا يؤثر على الأمن القومي الليبي. ولا يمكن بأي حال من الأحوال إلا أن نجعل مصلحة ليبيا العليا فوق كل اعتبار، وأناشد كل الدول كل الأطراف الفاعلة داخل ليبيا أن تعود خطوة إلى الخلف وتجعل مصلحة ليبيا هي المقام الأول، وأن تجعل مصلحة المواطن الليبي والشعب الليبي قيد أعينهم، ويحاولوا أن ينظروا إلى المواطن الليبي الذي يعاني أمر الأمرين منذ العام 2011. لكن هذا ما يطلبه ويتمناه ويأمله الجميع سيد حامد، إلا أن الواقع وما يجري بشكل واقع وحقيقي لا عكس ذلك تماما. الكل يبحث عن مصالحه الخاصة. على سبيل المثال للحصر، تحدثت قبل قليل عن التدخلات الدولية. كل الدول التي تدعو للحد من التدخلات الدولية هي من تتدخل وتدعم الأطراف، أطراف الصراع في ليبيا، سواء بالعتاد العسكري أو حتى على الصعيد السياسي. إذا كانت الدول ذاتها التي تسعى لعقد مؤتمر برلين وتدعم مؤتمر برلين وتنادي بالحد من التدخلات الدولية هي من تتدخل، إذن من سيحل هذه المشكلة؟ أولا إذا نظرنا لطرفي النزاع داخل الدولة الليبية نجد أن هناك مبرر وحيد للمشير خليفة حفتر لكي يكمل في عملياته العسكرية. أما فاز السراق فليس هناك أي مبرر لأن يكمل فيما يرضو أو فيما يريد أن يحققه. الحاجة الوحيدة التي تجعل أن هناك مصداقية لدى الجيش الوطني الليبي أن الجيش الوطني الليبي يسعى وبقوة للقضاء على الميليشيات المسلحة التي هي جزء لا يتجزأ من حكومة فاز السراق، لأنه لن تكون هناك دولة ليبية ولن تكون هناك انتخابات برلمانية وانتخابات رئاسية ولن تكون هناك مؤسسات قوية داخل الدولة الليبية إلا بالقضاء على الميليشيات المسلحة والعمل على أن تقوم هذه الميليشيات بتسليم سلاحها. لن تكون هناك دولة، وبالتالي فهناك مبرر لأن يقوم المشير خليفة حفتر بما يحاول أن يسعى وفرض سيطرة الجيش الوطني الليبي على كل أطراف ليبيا المتنامية. ليبيا 1,800,000 كيلو متر مساحات شاسعة، لا يمكن الميليشيات المسلحة أن تسيطر على كل تلك المساحات الشاسعة. علينا جميعا أن نعي أن الدولة الليبية بحاجة لجيش وطني قوي، وعلينا جميعا وعلى تلك الدول التي ترغب ولا نظرة استعمارية أن تحظر السلاح طبقا لقرارات الأمم المتحدة ومنع استقبال أي شحنات سلاح. كما تعلم أخي طه أن الحدود الجنوبية لليبيا تشكل خطر جسيم جدا جدا على الدولة الليبية بما هناك من تنظيمات إرهابية خطيرة وعناصر كثيرة يتم تجنيدها ودخولها داخل الدولة الليبية وتقوم بتنفيذ عمليات بالوكالة تعود على أهل ليبيا بالشر وتعود عليهم بأن زادت نسبة القتل ونسبة السرقات وأصبح الوضع الأمني داخل ليبيا أصبح مزريا. لذلك فأنا من ضمن الشروط الأساسية لنجاح مؤتمر برلين أن يتم تسليم الحدود الجنوبية للجيش الوطني الليبي الذي هو قادر على أن يطهر الإرهاب ولا يسمح بدخول عناصر إرهابية داخل الدولة الليبية، لأن الحدود الجنوبية تمثل خطر جسيم على بقاء الدولة الليبية. كذلك هناك لابد أن يتم استبعاد أي شخصية كان لها دور في دعم العناصر الإرهابية من أي منصب. لا يمكن أن تكون شخص تحاول أن تفرض بأراءك بالقوة وبميليشيات تنظيمات عسكرية مسلحة مدعومة من دول معينة لها نزعة توسعية استعمارية. أخي طه لا يخفي عليك التصريح الذي خرج به رجب طيب أردوغان والذي أكد على أن ليبيا
هي الأجداد وجزء من الإمبراطورية العثمانية. كل ذلك مفروض بمجرد فاتح وضحت الفكرة سيد حامد. مثل هذا التصريح عليه أن يعي أن الدولة الليبية أهم من تركيا وأهم من أي دولة في المنطقة العربية بل في العالم أجمع. عليه أن يعي أن مصلحة الدولة الليبية أهم من وجوده على الكرسي الذي يحارب على البقاء فيه. وضحت الفكرة سيد حامد. نعم، لضيق الوقت سيد حامد سأضطر أن أختم معك هذه المداخلة وهذه الفقرة. أشكرك جزيل الشكر لوجودك معنا اليوم، المستشار حامد فارس خبير الشؤون العربية وكنت معنا من القاهرة. مشاهدينا لايف لا يزال مستمر، ولكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد في لايف مشاهدينا. تستمر أزمة الهجرة غير القانونية في ليبيا، وتستمر معها معاناة المهاجرين. بعد جدل كبير تم تجديد اتفاق ليبي إيطالي بشكل تلقائي لتقييد والحد من وصول المهاجرين واللاجئين إلى إيطاليا. مذكرة التفاهم التي وقعت في فبراير 2017 بين الحكومة الإيطالية والمجلس الرئاسي تعتمد على التعاون من أجل التنمية في ليبيا، وأيضا مكافحة الهجرة غير القانونية والإتجار والتهريب وتعزيز الأمن على الحدود الليبية الإيطالية، على الرغم من دعوات مجموعات حقوق الإنسان لإلغائها. إلا أن الحكومة الإيطالية أكدت تجديد الاتفاقية بشكل تلقائي الأسبوع الماضي، وأنها لا تعتزم تغيير المسار في تعاملها مع شركائها في ليبيا. وزارة الدفاع الإيطالية بدورها أعلنت الشروع في إقامة سلسلة لقاءات في ليبيا حول خفر السواحل ومراكز إيواء المهاجرين لتعديل هذه الاتفاقية بعد أن تم تجديدها بشكل تلقائي. نعم، أزمة الهجرة مشاهدينا لا تزال مستمرة في ليبيا بعد الجدل الكبير، والآن تم توقيع الاتفاقية بين إيطاليا وليبيا. مجلس النواب بدوره أعلن أنه أو انتقد واستنكر هذه الاتفاقية التي تحد من حركة المهاجرين في ليبيا وخروج قوارب الهجرة. من جانب آخر، منظمة الأمم المتحدة أو المفوضية السامية لحقوق المهاجرين في ليبيا تتحدث عن كافة مراكز الإيواء في ليبيا أصبحت ممتلئة بشكل يفوق الاستيعاب أو استيعاب المفوضية، وتطالب ليبيا بإغلاق مراكز احتجاز أخرى سواء في مدينة مصراتة أو الخمسة أو حتى في مدينة طرابلس. قبل أيام فقط عدد كبير من المهاجرين فروا من مركز إيواء بوسليم وقاموا بمظاهرة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة للمطالبة، وأيضا تحدثوا عن معاملة غير إنسانية من المفوضية نفسها، من الأمم المتحدة نفسها، حول الدواء والغذاء وما إلى ذلك. انضم معنا عبر الهاتف رئيس منظمة التعاون والإغاثة العالمية في ليبيا سيد جمال المبروك. سيد جمال، أهلا بك معنا في لايف، أشكرك لقبول الدعوة. أزمة الهجرة ما زالت مستمرة وشائكة بشكل كبير جدا، ولكن الآن الحديث حول هذه الاتفاقية وهي ما تحدث عنه جهات حقوقية عديدة على الصعيد العالمي، وأيضا حتى مفوضية الاتحاد الأوروبي انتقد هذه الاتفاقية. كما يبدو أن فقدنا الاتصال مع سيد جمال المبروك، سيحاول الزملاء الاتصال به من جديد. عموما مشاهدينا، كما سلفت القول أن مجلس النواب كان قد رفض هذه المذكرة بالتحديد، هناك ما تحدث أيضا عن أن هذه الاتفاقية يعني اعتمدت على معاهدة الصداقة بين إيطاليا وليبيا التي تم توقيعها خلال 2007، ولكن في ذات الوقت إيطاليا الحديث يثار حول أنها استغلت هذه المعاهدة للحد أو بالحد من وصول المهاجرين إلى أراضيها. في ذات السياق، منظمات دولية التي تعمل على إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط تتحدث عن أن هذه الاتفاقية ستعطي أو ستسمح لخفر السواحل الليبي بإنقاذ المهاجرين وإعادتهم إلى منطقة حرب كما تسمى الآن ليبيا في أروقة البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية، إلى منطقة حرب وإلى الخطر من جديد بعد وصولهم إلى المياه الدولية وإلى
بعد وصولهم إلى المياه الدولية أو المنطقة الرمادية كما تسمى في أوروبا، وهي المنطقة الواقعة بين المياه الدولية والمياه الليبية، والتي يسمح لكافة المنظمات الدولية بإنقاذ المهاجرين في هذه المنطقة بعدم تدخل خفر السواحل الليبي، لأن الاتفاقية بين إيطاليا وليبيا الآن تمنع بشكل صارم كل الأجهزة والمنظمات الغير حكومية الدولية بأن تتدخل وتنقذ المهاجرين في هذه المنطقة. لربما كما تشاهدون حتى في هذه الصور وهذه الفيديوهات التي تعرض أمامكم الآن حول عمليات إنقاذ المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط، وحتى وصف المنظمات حول عمليات الإنقاذ بأنها باتت يعني بشكل وحش. أتمنى نعم أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا عبد المنعم الحر وصف مذكرة الاتفاق هذه التي برمها الرئاسي مع إيطاليا وأيضا متمثلة في تعديل اتفاقية الصداقة الموقعة قبل سنوات، وصفها بأنها باطلة دستوريا لأنها اعتمدت على معاهدة الصداقة وتجاهلت بنود فعلية وبنود رئيسية في هذه المعاهدة، ما ترتب عنها أنها خالفت لما نصت عليه الاتفاقية والتي وضعت كافة المسؤولية وكامل المسؤولية في مراقبة الحدود الليبية والسواحل البحرية لإيطاليا والاتحاد الأوروبي فقط، ولا علاقة لليبيا فيها، ولكن أيضا تسمح لخفر السواحل بالتدخل لأميال بحرية في البحر المتوسط. هناك اتهامات أيضا وصلت حتى إلى مالطا في الأسابيع الماضية بخصوص سماحها لخفر السواحل الليبي للوصول إلى المياه الدولية. عموما سيد جمال مبروك معنا من جديد. سيد جمال أهلا بك معنا في لايف، وأشكرك لقبول الدعوة. كل الجدل القائم الآن على قضية الهجرة، ولكن في ذات الوقت هناك ألاف المهاجرين يعانون في ليبيا، الكل ينادي لإنقاذ هؤلاء المهاجرين ولكن دون تحركات حقيقية. أين حقوق هؤلاء المهاجرين وما مصيرهم وكيف ترى ذلك أنت شخصيا؟ شكرا على الاستضافة، ونحيي كل المشاهدين والمتابعين لقناة 218 وإلى ضيفك الكريم الدكتور أبو بكر دايرة. عموما مشكلة الهجرة في ليبيا تحديدا مشكلة كبيرة جدا، ومشكلة أصبح الحل لها يبدو أن لا حل ضمن هذه السياسات المتبعة من قبل المجتمع الدولي ومن قبل الاتحاد الأوروبي ومن قبل بعض الدول المعنية مباشرة، سواء كانت دول المصدر أو دول الاستقبال. إشكاليات كبيرة جدا تضاف إلى ما تعانيه ليبيا من مشاكل خاصة بها. فعلا الهجرة أرهقت ليبيا إرهاق كبير جدا، وبالتالي لابد من البحث عن حلول فعلية وحلول ناجعة لمعالجة هذه الظاهرة. الظاهرة عالمية، إذا مش معالجتها تقع على المجتمع الدولي بكامل مكوناته من حكومات ومنظمات إقليمية وحقوقية ومنظمات إنسانية، الكل وخبراء مختصين ويعني مؤسسات مالحة لإنقاذ هؤلاء البشر اللي يموتوا كل يوم في البحر في الصحراء في ظروف انتهاكات داخل مراكز الإيواء. يعني أزمة 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 كبيرة، يعني لابد من النظر في إيجاد حلول فعلية وجادة. نعم. وهذه الحلول تكون بالمنظور الإنساني والأخلاقي واحترام سيادة الدولة بالأساس. نعم. سيد جمال، كيف ترى الاتهامات التي لاحقت الأمم المتحدة ومفوضية المهاجرين في ليبيا في الأيام الماضية؟ يعني هناك مئات المهاجرين تحدثوا عن أنهم بقيوا لأسابيع دون أكل ودون شرب حتى الماء وحتى يعني مساعدات الصحية. اتهموا الأمم المتحدة والمفوضية في طرابلس بالإهمال في هذا الملف. الكل يعلم أن مراكز الإيواء، أي نعم، ليبيا هي من تسيطر عليها وهي من تتحمل مسؤوليتها، ولكن في ذات الوقت الأمم المتحدة هي من تدير هذه المراكز بالمعونات وأيضا في توفير كافة ما يحتاجه المهاجرين في هذه المراكز. كيف ترى هذه الاتهامات للأمم المتحدة، خاصة أنها تنادي على مدار الأيام لمساعدة المهاجرين، كيف ترى ذلك؟ طبعا وهذا ما قصدت في بدايه الحديث لما قلنا تقع على مسؤوليه معالجه الهجره تقع على المجتمع الدولي بكل مكوناته، واللي تاتي مقدمتها الامم المتحده ومنظماتها العامله في مجال الهجره واللجوء. نحن عندما نتواصل مع المنظمات الدوليه ونقول لهم ان المهاجرين راهم في حاجه كبيره وحس ماسه الى التجوع الى التغذيه
العلاج يقولون لنا نحن عامل مساعد فقط. أما هذه هي مسؤوليتكم أنتم، مسؤولية الدولة الليبية هي التي تحتاج المهاجرين، ونحن ننصح فيها في إيجاد بدائل الاحتجاج. نعم نحن من المنظور الأخلاقي والإنساني مع بدائل الاحتجاج، مع إغلاق هذه المراكز، ولكن ما هو الحل؟ يعني تتخذ الدولة إغلاق مراكز يعني فرح هؤلاء المهاجرين في داخل البلد دون يعني إيجاد البديل لهم، يعني ممكن يتعرضوا إلى مزيد من الانتهاكات عندما يتواجدوا خارج مراكز اللواء. مراكز اللواء قد تشكل في بعض الأحيان جناية لهم، ولكن فعلا هم في حاجة. مراكز اللواء غير متلائمة مع المعايير الإنسانية والمعايير الدولية لإيواء المهاجرين أو لإيواء البشر، حتى فهي عبارة عن مراكز أو أماكن قديمة كانت مهملة، مخازن، مدارس، معسكرات سابقة. وفعلا على المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأمم المتحدة أن يكثف من مساعداتها، ولكن هم يقولون أن نحن لم نحصل على التمويل الكافي من المنظمات المانحة التي تقوم بدعم منظمات الأمم المتحدة زي المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أو المنظمة الدولية للهجرة والمنظمات الأخرى. نعم نعم سيد جمال مبروك، رئيس منظمة التعاون والإغاثة العالمية، أشكرك جزيل الشكر وأعتذر منك لضيق الوقت فقط سأضطر لختام هذه الحلقة، وأشكرك جزيل الشكر لوجودك معي اليوم في لايف، ونتمنى لكم كل التوفيق في فعالياتكم وأعمالكم وأيضا ما تقومون به تجاه المهاجرين وباقي ليبيا. شكرا لكم لكل الضيوف، وأشكر السيد عاطف الحاسية المحلل السياسي الذي كان معنا في بداية هذه الحلقة. أشكركم مشاهدينا على المتابعة، دمتم في أمان الله.